من أهم الأغاني التي لحنها الموسيقار السعودي كانت يا ريمود ثقيف، وفي رواب شهار، ولنا الله، ولا تناظرني بعين. أنا كنت دائما أردد وأصر على أنه عندما تؤرخ للغناء في المملكة العربية السعودية لابد أن تبدأ من طلال مداح، وعندما تؤرخ للموسيقى في المملكة العربية السعودية لابد أن تبدأ من عند طارق عبد الحكيم. هؤلاء علامات مميزة، علامتان مميزتان من التاريخ الحقيقي لتطور الغناء والموسيقى الحديثة في المملكة العربية السعودية. طبعا سبقوها تجارب لكن ليست منسقة ومنظمة مثل ما كان رحمة الله عليهما طارق وطلال مداح. في شيء موقف لك مع طارق عبد الحكيم؟ مواقف كثيرة كلهم أصدقاء، يعني كان إلى جانب طارق عبد الحكيم إلى جانب كان أب وأخ وصديق، أيضا طلال كان أخ وصديق، وكنا دائما ما نفترق عن بعض، وخصوصا في مرحلة الستينات والسبعينات، يعني بالذات هذه ما يعني 20 سنة هذه كنا ملتحمين وملتصقين مع بعض.